صالح وليول يشرفني أن أكون رئيس هذه الجمعية الشريفة العفيفة المنيفة، الجمعية البجعدية لفن السماع والتراث والمديح بأبي الجعد. ولكن أقولها بصدق، أنا لست رئيسا، أنا خادم هذه الجمعية، ويحصل لي الشرف بأن أكون في خدمة هذه الجمعية التي تسعى بدون مدعاة للشك بأن تحيي وتورث هذا التراث، هذا الكنز الرباني، هذه النفحات المحمدية، والإشعاع ديالها محليا ووطنيا ولما دوليا. إذن الجمعية تسعى إلى توريث هذا الفن، فن الصالحين. والصلاح لا يمكنك أن تكون صالحا إلا برحمة الله، لقوله تبارك وتعالى: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. إذن حتى الدخول إلى حضرة الصالحين والأولياء والعارفين الواصلين الموصلين المأدونين لا تكون إلا برحمة الله. فنسعى مع هذه الجمعية يدا في يد وقلبا بقلب بأن نكون عند مرضاتي كل من يغار على هذا الفن الجميل، هذا الفن، هذا التراث الرباني، هذا التراث، هذه النفحات الربانية المحمدية، وأن نكون عند حسن ظني الذين ورثونا هذا الفن، وأن نكون الحبل السري لتوريث هذا الخير. كلام القوم فما هو إلا نبراس للتصوف، والتصوف هو الصفاء، والتصوف هو مقام الإحسان. حديث جبريل مع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: مقام الإسلام ومقام الإيمان ومقام الإحسان، ومقام الإحسان هو مقام الدسكية، ومقام الدسكية هو التصوف وصفاء القلوب بجاه علام الغيوب ومحاولة زرع المحبة ونبذ الفتنة والتفرقة والتشردم والتشتت والتفتت وجمع وصال المسلمين. هذا هو التصوف سيرا على سلفي وأقدامي السلف الصالح من أولياء وصالحين. ولله الحمد زرت حور مسيدي، وبالله كان رجاء مرضي، ناس الكتب هالوراد، ناس الكتب هالوراد، وكان في حسان القصة، كان في حسان القصة، وجيتك من بلدي وانت يا عز الغريب، وانت يا عز الغريب، وانت يا الهمام الصيال، وانت يا زين الخصيال، وانت يا طوب العلايل، وانت يا طوب العلايل، وقاصد بحروف الوالي العنا يا سيدي محمد، جملة ثقلت بو عبيد الشيخ العماري، او اللي مخصوص بضاعة كيف يقصد الاخوة، جات حل العينين بو عبيد الشيخ العماري، أوعيانا أو لا كله وسيده الزايرين، زير العماري وبات
وذواوه الميعاد وما سيدي صالح واللي عطاه ربنا الشيخ المعطى مفرق الديوان وما سيدي صالح واللي عطاه ربنا الشيخ المعطى مفرق الديوان وفوز وسعد بصلاة الهاشمي المرسل وفوز وسعد بصلاة الهاشمي المرسل ومحمد سيد لسياط طبيب العلاج ومحمد سيد لسياط طبيب العلاج. نشكر جريدة أنوال على هذه الاستضافة الكريمة. جاءني في المديح والسماع وإحياء التراث بمدينة أبي الجعد على شيخها أو رئيسها سيدي مولاي الصالح وليول هو رئيس هذه الجمعية هذه. والجمعية ستكون من مجموعة العناصر ديالها 6 أشخاص اللي هما الحاج سعيد وأيوب نياقي وأيوب حليل مولاي سيدي محمد عبد الحفيظ وسيدي زكريا وسيدي جوال. هذه الجمعية قبل ما تكون جمعية هي كانت مجموعة. هذه المجموعة هذه محبة التصوف محبة للمديح والسماع فائدة بها وهي تتكبر وبالإشعاع ديالها وغدا وتتثقف صوفيا وروحيا ارتئينا إلى أننا ندير واحد الجمعية باش نخرجوا من ذلك القوقعة ونعمل واحد الإشعاع كبير للتراث الصوفي البجعدي الشرقاوي باش يولي صلة ربط بيننا وبين العديد من الزوايا في المغرب ولما لا يكون حتى وطنيا ودوليا. قلنا ان هذه المجموعه او الجمعيه فهي قلنا انبثقات من زاويه وكذا اللي هاد التراث ديالها او هاد القصائد اللي تنتغنوا بها ما هي الا قصائد كانوا محبين ومريدين او حفده ديال سيدي ابو عبيد الله الشرقي هما اللي كاتبين محبه والهاما وتصوفا ملي كانوا تيبلغوا هذاك ملي كانوا تيبلغوا داك المنى وداك وملي تياخذوا داك العلم وكل شيء كانت ديك الروحانيه تتجلى فيهم عن طريق قصائد. فاذا جينا نهضروا غير على الابن ديالو سيد المعطى فله ما يزيد عن 60 صفر. هاد الاصفار هذه الاصفار هذه تتجلى فيش المعنى ديالها كلها في السيره النبويه كلها في الصلاه على سيدنا رسول الله. هاد الاصفار هذه عجزوا بزاف الناس على باش يقولوا ولا باش يقولوا ان هذا الشيء هذا خارج من انسان عادي. قلنا الحفيد ديال سيدي ابي عبيد الله الشرقي او سيدي محمد الشرقي اللي هو سيد المعطى اللي عنده 60 صفر في الصلاه على صاحب اللواء والتاج سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كيفاش حتى كتبهم الا بالقرب ديالو والالهام ديالو حتى وصل للقرب ديال الله عز وجل. سيدي هاد الاصفار هادي او هاد السفر هذا تيتقرا في عده جامعات اسلاميه سواء في الازهار او جامعات عالميه اسلاميه. حنايا كجمعيه وكمجموعه الهدف ديالنا هو التثبيت والترسيخ والتلقين والتوريث للاجيال القادمه. اذا حنا كجمعيه الهدف ديالنا ان نورثوا هذا الشيء هذا للجينيراسيون اخرى للشباب الاطفال صغار كبار باش يبقى هذا الموروث هذا راسخ وينبا وما يبقاش محصور في مدينه واحده ويبقى يتلقن وباش يخرج عن ديك المنطقه الصغيره ويوصل بزاف ديال الناس ويعرفوه. المجموعه البجعديه اللي في المديح والسماع واحياء التراث من بين الاهداف ديال هذه الجمعيه المباركه كيف ما قال سيدي ايوب فعندنا واحد المجموعه ديال الاهداف ومن بين هذه الاهداف هو تلقين وترسيخ هاد التراث لواحد المجموعه ديال الاجيال اللي صاعده باش ما تبقاش كيف ما كنقولوا ان هاد التراث اولا هاد الحكر على واحد الفئه معينه ديال الناس الكبار وديال الناس القدام. فنحن كشباب وكمجموعه
فحاولنا على ان نعطيو واحد الاطلاله كيف ما كنقولوا ونبينوا هذا التراث للشباب ان شاء الله الناشئ والترسيخ ديالو باش تبقى دائما هذيك الصله من جيل الى جيل. الحاج سعيد الشرقاوي المعطاوي الذي ورث هذا الموروث عن اب عن جد من اسلافنا الصالحين، ونحن نفتخر به في هذا المجلس الرباني وبصفتي كعضو في الجمعيه بالجعدي في المديح السماع، فنحن نسعى الى اشعاع روحي وصوفي كموروث للزاويه الشرقاويه التي اسست على يد ابو عبيد الشرقي رحمه الله واسلافه. فنسال الله تعالى ان يوفقنا الى ما يحب ويرضاه وينفعنا بهذا الموروث ولسائر الامه الاسلاميه وعلى راسهم الملك نصره الله اللي هو حريص محمد السادس اللي هو حريص على هذا الزوايا داخل الوطن وخارج الوطن، ويعطيها واحد البعد ديني رباني على سائر اقطاب المسلمين جميعا. ونختم الدعاء، نسال الله تعالى في هذه الساعه من ساعات الله ان يوفقنا لما يحب ويرضاه من هذه الجمعيه، ويوحد قلوبنا وينصفنا الى ما يحب ويرضاه، حفظ المغرب وللمسلمين ولسائر اقطار بلاد العرب. وكما ندعو الله تعالى ونسأله أن يوفقنا في هذه الجمعية إلى هذا الجانب الروحي والصوفي المحلي محض. فندعو الله تعالى إلى إلى محمد السادس نصره الله اللي هو حريص على هذه الزوايا في داخل الوطن وخارجه وسائر أقطار المسلمين جميعا. فنطلب الله تعالى يحفظنا ويستر أمرنا ويوفقنا ويهدينا ويهدي بنا وإلى ما يحب ويرضاه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.